إن أيضا في من ضمن المعتقدات المغلوطة خاصة بليلة الدخلة، أهمها إزاي ممكن إن احنا نوعي الشباب والشابات بهذا الموضوع، لأن عندهم معتقدات كتير خاطئة في ليلة الدخلة. انا عايزه اقول لحضرتك اللي هو لما لو قلت لحد نوعي البنات ليله الدخله يقول لك انت هتبوظ اخلاق البنت، انت هتكلمها عن الجنس، لا 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 لا، هي تتجوز وزي ما يطلع، هو اللي يقول لها وهو اللي يشوف، وهو افرض طلع ضعيف تتعود على كده، افرض طلع قوي تتعود على كده. يعني بالنسبه للبنات بالذات انا مش يعني انا بس معترضه على ان هم جمعوهم الاثنين في جمله واحده. الشباب لا، دول يعرفوا ويتفرجوا على افلام وعادي، وده حصل قبل كده ان في احد اصدقاء الاسره يعني ابنه كان داخل على سن 16 17، فانا بقول له ايه رايك تقعد معاه وتقول له كذا وكذا وكذا والافلام والبتاع، قال لي لا لا انا لا هقعد معاه ولا اقول له حاجه، هو احنا عرفنا منين؟ خليه يتفرج على الافلام ويعيش حياته. ده اب يقول كده على ابنه، خلاص. ده طب والبنت؟ قال لا البنت لا، انا ضغط برقبتها. طب ما هي ما هو دلوقتي ده ما هيعرف معلومات هيمارسها مع بنت الناس برضو التانية دي، وهيبقى عنده توقعات عالية وهيبقى عنده حاجات مغلوطة كتير قوي. طب قول له ان الكلام ده مش مظبوط، لا 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 ما كلموش انا، ورفض تماما رفض تماما. قلت طب يعني بيتفرج على افلام؟ قال لي بشوفه، انا بشوفه بستعبط، بيتفرج على افلام خليه يتفرج. يعني في موافقة شديدة ان هو يتفرج على افلام ويطلع على عورات ويرتكب موبقات وكل الكلام ده، ولكن البنت لا، ما حدش اصلا يكلمها ولا يفتحها عشان تعود نفسها على زوجها. فالحقيقه حكايه ان هي توعيه الشباب والبنات دي في مجتمعنا للاسف ما زالت فيها عايزه شغل كتير، عايزه شغل كتير. في مجتمعات عربيه اللي هي كنا حتى بنصفها بالمنغلقه لغايه قريب، وهي ابسطها المملكه العربيه السعوديه. اللي انا متاكده منه انه في منطقه الرياض مثلا ممنوع عقد الزواج الا لو جابوا شهاده ان هم اخذوا الدوره بتاعه التثقيف الزوجي او التثقيف الجنسي، وده بقت من ضمن مسوغات العقد يعني. فانا بقول احنا يعني يا ريت نعمل كده، يا ريت نعمل كده. وحتى انا متطوعه ان انا ادي المنهج لاي حد من العاملين في العمل العام ومجانا، مفيش مشاكل، بس المهم ان هو يوصل لهم. طب احنا ممكن والله يعني المنهج ده نحطه على صفحتنا على الفيسبوك؟ لا هو لازم يدرس، يدرس لازم كمعلومات يدرس. لو يعني انت عندك سعادة دي كمعلومات ان الناس تقرا، يعني كل من يقبل موجودة. كل من يقبل على الزواج. مش بص فكره البحث حتى عن المعلومه، انا اتصور ان دكتور عمرو انا لا افلى على مقالاتي ولا على فيديوهاتي ولا عامله لها كودنج ولا اي حاجه، وزي ما حضرتك عارف احنا كمان حتى حلقاتنا موجوده على اليوتيوب، يعني مفيش مشاكل فيها. صحيح.